السلام عليكم شباب، الشهر ده الشهر ده هيبقى الريكوردنج الخاص بالجزئية بتاعة التريمينج. إن شاء الله هتكلم في الفيديو ده عن التريمينج، ايه التارجت منه، بنعمله ازاي، وايه هي الريليشنز الخاصة بيه، وهناخد كده عليه مسألة كانت اتقالت في امتحان. وبعد كده هنتكلم ان شاء الله عن التريمينج، هيبقى في مسألة كده خاصة بالسيميلاريتي هقولها سريعا كده بحيث الدنيا تبقى ايه متظبطة معاك. ماشي، تعالوا كده عشان نبدأ بمثال الأول كده يوضح الفكرة بتاعة التريمينج، ليه بحتاج أعمل تريمينج، ببدأ الموضوع بيجي ازاي. على سبيل المثال يا شباب، هفترض مثلا معاك إن أنا عايز أنقل، عايز أعمل خط مثلا بايب لاين إن هو ينقل مية من نقطة لنقطة معينة، مثلا من اسكندرية لأي محافظة تانية، مطروح أيا كان يعني. فأنا مثلا لو أنا جيت أعمل بلان، أنا كنت مثلا عامل في الخطة بتاعتي إن أنا عندي الطول بتاعي إن هو قد إيه، 430 كيلومتر. وهنفترض ان انا كان عندي في السكه بتاعتي ان انا بعدي على مباني، عايز اعدي كذا حاجه، مرتفعات، اي حاجه، فكان عندي 10 بند، يعني كذا بند كذا كوع او اي حاجه. طيب جيت بعدها لما انا خلاص في الحقيقه لما نزلت بقى على ارض الواقع، لقيت لا ده الطول مش 430، ده 400 كيلو بدل ما كان 430. على سبيل المثال بدل ما كان عندي 10 بند بقى عندي 3 بند، يعني اي مثال بس يوضح الفكره. طيب بص كده، هو ايه اللي حصل؟ لما انا في الاكسبكت كنت متوقع طول اكبر ونمبر اوف بنز اعلى، لكن في الحقيقه الموضوع الاثنين قلوا. فساعتها الهيد اللي انا محتاجه هنا هيقل. ساعتها انا الكيو اللي هتحصل عندي ايه؟ هتزيد. يعني على سبيل المثال انا كنت مثلا في الاكسبكتد مثلا كنت انا عايز كيو ب 100، فبالتالي لما الكيو هتزيد مثلا ممكن هتزيد معايا اي رقم تاني، يعني ممكن تبقى اي رقم، 150 200 ايا كان الرقم، بس هو هتزيد يعني نتيجه ان انت قللت ريزيستنس في السيستم بتاعك. طيب انا التارجت بتاعي يا شباب، انا قلت لك انا سي مثلا انا عايز ان الفلو بتاعي يبقى 100 ومش عايزه يزيد، لا انا عايز احافظ على ال 100 دي، مش عايز الفلو بتاعتي يبقى ب 150. ساعتها هعمل ايه؟ والله دي بقى تيجي ازاي. تعالى كده ايه نفتكر كده مثال مع بعض. جيت قلت لك لو افكركم بالحته دي، لما انا كنت انا باجي اقول لك على الاتش كيو كيرف بالشكل ده، لو انت فاكر لما كنت بقولك ان انا عندي البامب كيرف كده ماشي، وادي السيستم كيرف حاجه بالشكل ده كده، كان ساعتها مثلا هفترض مثلا معاك الفلوت مثلا ان هو هنا 100. هفكرك بمثال كنت بشرحه في اول سيكشن. جيت بعد كده طلبت منك ان انا عايز اشغل البامب دي عند 50 بنفس السرعه وبنفس الدايمتر اللي عندي. فساعتها لو انت فاكر كنت بقولك ان انا كان بيبقى عندي هنا في هيد لوس بالقيمه دي من هنا لغايه هنا، القيمه دي كلها بتمثل لي ايه؟ هيد لوس، نتيجه ان انت عندك البامب بتدي لك هيد اعلى من الايه؟ من اللي السيستم محتاجه. ساعتها كنت انت بتحتاج ان انت تعمل ايه؟ ثروتلنج، ان انت بتعمل ايه؟ الفالف بتاعك ان انت بتعمل له ايه؟ ان انت بتقفله. فساعتها ان انت كان عندك القيمه دي اللي هو الخط اللي بالاصفر ده اللي انا بعيد عليه تاني، ده كان بيمثل عندك ايه؟ هيد لوس، فواقد في الايه؟ عندك باور لوس، بتخسرها نتيجه ان انت بتعمل ايه؟ ثروتلنج او بتعمل ايه فالف. طيب ساعتها شفنا نتيجه ان انا بشتغل ان انا بعمل ثروتلنج وكمان انا هشتغل ساعتها، يعني هيبقى عندي فاقد في انرجي. ساعتها انا بعمل ايه بقى؟ بعمل حاجه اسمها تريمنج للامبيلر زي ما هو واضح قدامكم كده. يعني بودي الامبيلر بتاعي بتاع الامبيلر بتاع البامب بوديه على مخرطه وبعمل له ايه؟ تريمنج. يعني لو فرضت معاك ان دي مثلا دي شكل مثلا ده السكشن بتاع الباسج بتاع الفلو جوه الامبيلر، فانا باجي جاي كده على الراس بتاعه الامبيلر وباجي اعملها ايه؟ باجي اعمل لها تريمنج اللي هي الجزئيه دي كده، يعني الحته دي كلها باجي قصصها او بعمل لها خراطه على الايه؟ على المخرطه. طب يا شباب، هو ايه التارجت الاساسي من التريمنج؟ التريمنج بيبقى وظيفته ان انا اعمل انرجي سيفنج. طيب بتعملها ازاي؟ دي هتوضح معايا من الجراف ده. الجراف ده يا شباب هتلاقي انا هتلاقي ان انت كده على اللي انا الكلام اللي على اليمين ده، ان انا عملت لك كده زي ليجند مثلا، ان انت تشوف كل الخطوط دي بتمثل ايه. يعني الخطوط بالبرتقاني دي هتمثل البامب كيرف عند كذا دايمتر اللي هو 8 انش زي ما واضح قدامك كده، 8 انش 7 انش 6 انش وهكذا. الخطوط اللي هي باللبن دي هتلاقي الايزو ايتا كيرف زي ما واضح قدامك اللي هو 60 63 60 وهكذا. وهتلاقي ان انت عندك الكيرف اللي بالاحمر ده مكتوب قدامه ان هو عندك ده اللي هو ايه؟ السيستم كيرف زي ما واضح قدامك. والكيرف المنقط ده اللي هم الثلاث الكيرفات المنقطه دي هي الخطوط بتاعت الايه؟ الشافت باور. الكيرف اللي هو ده مش موضوعنا دلوقتي خالص، ده لسه في موضوع الكابيتيشن، ده لسه مش موضوعنا دلوقتي خالص. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالى كده عشان نتكلم، نبدا كده ايه واحده واحده كده ايه، نشوف كده ايه الفكره بتاعت التريمنج، ازاي بعمل انرجي سيفنج عن طريق الايه؟ التريمنج. تعالى كده واحده واحده. هفترض معاك يا شباب ان ده كان الوضع هو الانيشال كونديشن بتاعي، يعني انا كنت مشغل البامب بتاعتي عند الامبيلر بتاعي كان هو 8 انش دايمتر، كنت مشغله في النقطه دي، يعني عند فلوريت تقريبا بكام؟ ب 260.
طيب عظيم. جيت انا عند كونديشن عايز اشغل البامب بتاعتي عند فلوريت ب 170. طيب فانا قدامي سيناريوهين. السيناريو الاولاني ان انا لو انا هسيب الامبيدر بتاعي زي ما هو، ساعتها بقى بص ساعتها ان انا هعمل ايه؟ فساعتها ان ده هو هيبقى الوضع التاني، انا لازم اشغل البامب عند النقطه دي، فساعتها لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ثروتلينج، ان انا هيبقى عندي ايه؟ اعمل فالف كلوجر بالشكل ده كده، ان انا اقفل الفالف بتاعي. ساعتها ان انا كان هيبقى عندي قيمه هيد لوس تبقى عامله ازاي؟ اللي هو المسافه دي، اللي هي النقطه دي من هنا لغايه النقطه بتاعت السيستم كيرف، التقاطع بتاعها مع السيستم كيرف، اللي هي من هنا لغايه هنا، المسافه دي كلها كده، دي كلها بتمثل لي ايه؟ هيد لوس. ده كان الاوبشن الاولاني، تمام، ان انا ايه؟ اعمل ثروتلينج. طيب الاوبشن الثاني، الاوبشن الثاني ان انا ممكن اعمل تريمنج للامبيدر. ساعتها ان انا ممكن اشغل البامب عند النقطه دي بحيث ان انا اعمل تريمنج للامبيدر لغايه لما الدايمتر يوصل ان هو هيبقى ايه؟ 6 انش، ان انا اعمل تريمنج لغايه ما الدايمتر يوصل لايه؟ 6 انش، تمام. طيب تعال نقارن كده يا شباب ما بين الحالتين. بص كده معايا عند النقطه الاولانيه اللي هي النقطه دي، لما انا كنت مشغل عند، لما انا كنت محافظ عملت ثروتلينج وشغلت البامب عند الدايمتر بكام؟ 8 انش. شوف لي كده الباور، هتلاقي الباور بكام؟ بص كده بكام؟ 30، تمام. دي من الكيرفات اللي هي واضحه قدامك دي. طب لما انا شغلت البامب هنا عند النقطه الثانيه بقى لما عملت تريمنج للامبيلر، بص كده دي 20 ودي 15، فانا هنفترض مثلا ان هي 16 او 17 ايا كان. شفت بقى انت عملت سيفنج ازاي؟ يعني انت تجنبت حاجتين، انت تجنبت الانرجي لوس، وكمان انت قللت في الباور، الشافت باور اللي انت محتاجها. يعني هتلاقي نفسك ان انت قللت الباور من 30 لكام؟ ل 17، يعني قللت الباور تقريبا بحوالي كام؟ 50، او تقريبا من 40 ل 50%. فالمثال ده يا شباب يوضح لكم ازاي ان انا عن طريق ان انا قدرت ان انا اعمل ايه؟ ان تريمنج، بقدر استخدمه ان انا اعمل ايه؟ انرجي سيفنج. بقى على الجراف هتلاقي الدنيا ان هي ايه؟ يعني لو انت المثال ده انت شفته تاني كده، قعدت تعيد الفيديو معايا مرة او مرتين كمان، هتلاقي الدنيا معاك هتبقى واضحة. ماشي كده يا شباب؟ طيب دي كده ايه يا شباب؟ اول حاجة ده الكلام ده انا كاتبه قدامكم، ده اللي هو الايه؟ الشرح بتاعه. الكلام ده كله ده هو الشرح بتاع الايه؟ او ملخص للكلام اللي انا قلته. ماشي، ان انت لو انت عايز تشغل البامب عند 170، ساعتها هتلاقي الباور عندك ب 30، 30 هورس باور. لو انت عملت تريمنج للدايمتر عند 6 انش، هتلاقي الباور اللي انت محتاجه كام؟ 16 او 17 ايه هورس باور. طب يا شباب في سؤال مهم قوي بقى. انت يا باشمهندس قلت لنا السكشن اللي فات ده ان انت احنا ممكن في السيميلاريتي نغير الدايمتر ونغير الان وهكذا، او ممكن نغير الاثنين. هل انا ممكن اعتبر ان التريمنج هو السيميلاريتي؟ هل دول حاجه واحده؟ ده طب تعالى نفهم كل واحدة معناها ايه الأول. هو شباب السيميلاريتي معناها ايه؟ السيميلاريتي انا مثلا هرسم لك رسمة سكيماتيك مبسطة كده للايه؟ هعتبر ان دي عندي مثلا الاسود ده كيسنج، والاحمر اللي جوه ده الامبيلر بتاع البامب، تمام. ده الفوليوت الاسود ده الفوليوت كيسنج، والاحمر ده الفوليوت بتاع الايه؟ الامبيلر بتاع البامب. معنى شباب كلمة سيميلاريتي معناها ان انا عندي البامب كده وانا قاعد اعمل لها اب سكيل او داون سكيل، لو انا بغير في الايه؟ في السايز بتاعها. ده معنى كلمة سيميلاريتي. ده طبعا في كيس اللي هي ان انا بغير في الدايمتر او الحجم بتاعي، معناها ان انا بكبر كله او بصغر كله. ده معنى كلمة ايه؟ سيميلاريتي. طيب يا شباب، طيب التريمنج بقى ايه اللي بيحصل فيه؟ التريمنج يا شباب ان انا عندي الشكل واضح قدامكم ده. لو افترضت معاك مثلا ان انا عندي دي كانت كيس رقم واحد، ان انت كان عندك ده دي الكيسنج وده الامبيلر بتاعك، جيت انت عامل تريمنج للامبيلر بقى بالشكل ده كده، بقى الشكل اللي هو ده. ساعتها الكيسنج فضلت ثابته، بس الحاجه الوحيده اللي اتغيرت هي الايه؟ الحاجه الوحيده اللي اتغيرت هي الامبيدر، السايز بتاع الامبيدر. فساعتها دي مش سيميلاريتي، انت حاجه واحده ثابته والتانيه اتغيرت، فبالتالي السايز بتاع الامبيدر بالنسبه للكيسنج او البارامترز بتاعت البامب، بالتالي ساعتها هتلاقي ان هي ايه؟ اتغيرت. فبالتالي ما اقدرش اعتبر ان انا عندي تريمنج هو الايه؟ السيميلاريتي. طيب هل يبقى بالتالي ما ينفعش استخدم العلاقات بتاعت السيميلاريتي في التريمنج؟ طيب التريمنج بقى بتبقى ليه انهي علاقات؟ التريمنج بيبقى ليه علاقات تانيه اللي هي دي، يعني على سبيل المثال دي مثلا البامب هاند بوك، ده من اشهر المراجع في الجزئيه في الشغل ان هو ازاي في الشرح بتاع البامبس وهكذا. هو لك انا عندي ريليشنز مثلا، ان انا عندي اول حاجه كيو 1 على كيو 2 بتساوي دي 1 على دي 2، والهيد لوس اللي قصدي مع انا اسف الهيد بتاع البامب ان هو بيساوي دي 1 على دي 2 كل تربيع، وكذلك ادى ريليشن للايه؟ للشافت باور. تمام كده يا شباب؟ طيب دي كده حاجه، ده مثال. في كمان برضه انا عندي برضه شركه سولزر اللي هي من اشهر الشركات في العالم اللي هي بتصنيع البامبس، برضو حطت ريليشنز ليها، حطت امبيريكال ريليشنز. امبيريكال معناها ان هي مبنيه على تجارب او اكسبيرمنت،
والله قالت لك ان انت عندك كيو على كيو بتساوي اتش على اتش بتساوي دي على دي كل اس ايه ام، وقالت لك والله الام دي بتساوي 2 لو التشنج في الدايمتر كان اكبر من 6%، وقالت لك ان الام دي بتساوي 3 لو التشنج في الدايمتر كان اقل من 1 في الايه في الميه. يعني كل واحد وليه ان هو حاطط لك الايه الريليشن بتاعته. فساعتها يعني ساعتها ان انا في الامتحان لازم هتلاقي ان انا ملزمك بحاجه معينه او ريليشن معينه تشتغل بيها في الجزئيه بتاعه الايه باترنج زي ما هنشوف في المثال الجاي. طيب دلوقتي عشان في سؤال تاني، ايه اللي هيحصل الافيشنسي بعد التريمنج؟ تعالى كده نجاوب على السؤال ده بحتتين. الحته الاول تعالى نرجع للرسمه، تمام، تعالوا كده ايه نمسح الكلام ده كله كده نوسع الرسمه علينا. نبص كده مع بعض يا شباب، انا لو افترضت مثلا ان انا هشتغل عند النقطه الاولانيه اللي هي النقطه دي، تمام، اللي هي النقطة اللي كانت عند السلوب كام؟ ب 170، اللي هي عند النقطة دي. الإفشنسي عندها بكام؟ هتلاقي إن أنت عندك الإفشنسي عندها ب 63، تمام، اللي هي واضحة إن أنت تقاطع ما بين البامب كيرف والأيزو إيتا كيرف. طيب لما أنا شغلت البامب عند الدايمتر اللي هو ب 6 عند النقطة دي، ساعتها الإفشنسي كانت بكام؟ كانت تقريبا ب 60%. طيب فساعتها هتلاقي إن أنت عندك الإفشنسي بتاعت البامب نتيجة إن أنت عملت تريمنج قلت. بس الفكره ان انت هتلاقي ممكن واحد يقول لي طب ازاي ده الباور قلت؟ ما انت عشان ساعتها ان انت هتلاقي انت بصيت شايف انت الاتش كانت عندك بكام؟ كانت تقريبا ب 500، هنا انت تقريبا انت قللتها ل 250 او 220 او حتى اقل كمان من 250، فساعتها نتيجه ان انت قللت الهيد اللي مطلوب منك فدي اللي قلت لك الباور. اه الافشنسي قلت بس انت في المقابل هتلاقي ان انت تاثير الهيد هو اللي هيبقى الايه الدوميننت عندك، هو ده اللي هيقلل لك الباور بايه بشكل كبير. تمام يا شباب، ده كده من الرسمه، ده التفسير بتاعها من الجراف، يعني ان انت عندك لما بتعمل تريمنج الافشنسي بتقل. طب ايه التفسير بتاعها عمليا؟ هشرحها لك بطريقه بسيطه قوي. هو الصح يا شباب ان انت عندك ان انا عارف ان انا عندي ايه من الكونستراكشن بتاع البامب، ان انت عارف ان انت بعد الامبيدر بيبقى عندي ديفيوزر اللي هو الرسم قدامك باللون الاسود ده، معروف ان هما الاثنين بيبقوا شبه منطبقين على بعض، يعني ان هو انت عندك الامبيدر وبتطلع الفلو بيبقى بعديها الديفيوزر، بحيث ان الديفيوزر ده ان هو ايه يحول لك بصوره افيشنت الفيلوسيتي هيد، يحولها لايه للبريشر هيد عندك. فانا لما بعمل تريمنج يا شباب هتلاقي ان انت عندك في هنا عندك كده خلوص او كليرنس، ده بيتسبب لك في ايدز او دوامات. الايدز دي هي اللي بتقلل لك الايه بصوره مبسطه كده، هي اللي بتقلل لك الافشنسي بتاعت الايه بتاعت البامب. وده كمان حتى اللي هتلاقيه مكتوب هنا، هتلاقي قايل لك ان انت عندك البامب افشنسي از اكسبكتد تو دروب سلايتلي نتيجه ان انت بتزود الكليرنس ما بين الامبيدر تيب والديفيوزر. تمام كده يا شباب، واضحه كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف المساله اللي عليها ونشوف كده ايه مساله كانت جايه في امتحان قبل كده، تقريبا كانت في ميكانيكا عام في تقريبا 2003 او مساله قديمه يعني، بس مساله كويسه محترمه، ونشوف كده ايه هنتعامل معاها ايه ازاي. بصوا معايا بقى كده يا شباب، المساله دي شويه هتكلم عنها يعني هتبقى رابطه فيها جزئيتين، جزئيه السيميلاريتي وجزئيه بتاعه الايه تريمنج، زي ما واضح قدامكم كده ان هي كانت فاينل ايه 2006. بيقول لي يا شباب ان انا عندي البامب، ان هو قال لي ان هو اداني البرفورمانس كيرف ده، البامب بتشتغل عند امبيلر ب 550 مللي وان بكام؟ ب 2000، وقال لي ان هي ليها برفورمانس اللي واضح قدامكم ايه في الجدول ده. بعد كده شباب قال لي ايه؟ قال لي ان البامب دي لما هو استخدمها في سيستم كان الستاتيك ليفت ب 80 متر، قال لي ساعتها ان الهيد كان بكام؟ ب 160 متر. طب المعلومه دي معناها ايه؟ ان هو عايز يديني الهيد، تمام، واقدر من الهيد ده ان انا اقدر اجيب الكي بتاعت الايه؟ اقدر ان انا اجيب الكي بتاعت السيستم. ان انا عندي الاتش اروح الجدول اقدر اجيب الكيو واقدر ساعتها منها اجيب الايه الكي بتاعت السيستم. طب هو شباب قال لي ان انا عندي الضغط اللي هو ب 160 ده، قال لي ان البايب لاين ما تقدرش ان هي تستحمله، بمعنى ان هو كده هيعدي الديزاين بريشر بتاع الايه بتاع البامب، ان هو ممكن البامب يحصل لها ان هي ايه تتفجر او ان يحصل لها دامج. فساعتها ان هو قال لي ان في حلين قدام، الحل الاولاني ان هو يعمل ريدكشن للسبيد بتاعة البامب او الموتور اللي هو بيدور الايه البامب، وساعتها طالب مني ان انا احدد السبيد واحدد الشافت باور في الحاله دي. دي الحاله الاولانيه. طيب الحاله الثانيه بقى ان هو يعمل امبيلر تريمينج ويبقى مثبت السرعه بتغير كله في الدايمتر، وساعتها طالب مني ان انا احدد النيو دايمتر والابروكسيميت ايه شافت باور. وايه اللي هنا ايه بقى يا شباب؟ قايل لي ان انت عندك الكيو والجذر اتش قال لك ان هو بروبورشنال ليه الديامتر، يعني ان انت عندك الكيو ان هي بتتناسب مع الديامتر وان انت عندك جذر اتش ان هي بتتناسب مع الديامتر. يعني هو في مساله هنا الزمني بعلاقات معينه للايه للتريمنج اللي انا كنت لسه بتكلم عليها من ايه من شويه، ان هو انا قلت لك المعلقات بتاعت البامب هاند بوك او الشركه بتاعت ايه بتاعت سولسر.
تمام كده يا شباب. طب تعالى عشان نمشيها مع بعض كده، ايه واحده واحده. انا اول حاجه قلت لك ان انت هتعمل ايه، ان انت هو ادالك الاتش ب 160، هتروح من الجدول هتلاقي كيو ب 200، هتعوض في المعادله بتاعه السيستم كيرف تقدر تجيب منها الايه الكي. طيب هو شباب قال لي بعد كده ان هو عايز يقلل الهيد لكام، ل 125 متر. طيب الحته دي يا شباب بتعمل ايه، شبه كده ايه سنه لخبطه شويه، ان هو ايه في واحد اقول لك او اول ما يشوف لك ايه ده الهيد ب 125، اللخبطه اللي بتيجي هنا بقى هل اروح على البامب كيرف ولا اروح على سيستم كيرف. طب تعالى امشيها معايا كده واحده واحده، تعالى نقرا مساله تاني، هنقرا الحته دي تاني. هو قال لي هنا يا شباب قال لي ان هو عايز يقلل، عايز يخلي الضغط بكام، عايز يخلي الضغط ب 125، فقال ان هو هيعمل ريدكشن للسبيد. طيب ريدكشن للسبيد معناها ان انت البرفورمانس كيرف ده اللي انت كان هو مدرك عند 2000 انت بعد كده مش هتبقى شغال عنده، فساعتها ال 125 دي مش هينفع ان انت تاخدها من الجدول ده، من البامب مش هتدولك، لان البامب دي عنده سرعه، الجدول ده عنده سرعه معينه، هو هيقلل السرعه، يبقى ساعتها انت هتروح للايه؟ للسيستم كيرف. هي صحيح يا شباب الحته بتاعت الريدكشن بتاع السبيد دي حتى هي بتبقى عباره عن ايه؟ هي بتبقى عباره عن هتلاقيها ان دي هي هتبقى تايب 1 ولا تايب 2 من المسائل؟ هتلاقيها ان هي هتبقى تايب 2 من المسائل، ان هو مدي لك برفورمانس كيرف وهيبقى مدي لك اوبريتنج بوينت وطالب منك الان الجديده. طيب هنا المره دي بقى كانت قبل كده لو انت شفت مساله سيميلاريتي كان بيديني كيو الجديده ويطلب مني منها بعد كده ايه الاتش عشان احدد ان، لا هنا العكس هو ادالك الاتش الجديده اللي هو عايز يشتغل عندها. طيب ساعتها بقى عشان اجيب الكيو بتاعتها عشان اقدر اجيب احدد الاوبريتنج بوينت واقدر ارسم بعد كده الايزوتا كيرف وهكذا هعمل ايه؟ السيستم كيرف. ده انا زي ما قلت لك البامب مش هتفيدني ان انا كده هبقى شغال عند سرعه تانيه، ما ينفعش اشتغل عند السرعه اللي هم اداني في الجدول. فانا جيت معوض في السيستم كيرف ب 125، تمام؟ الاستاتيك ليفت هيبقى ب 80، وانا عندي الكي لسه مطلعها من ايه؟ من شويه لان انا كنت لسه مطلعها فوق قدامك، تمام؟ اللي هي كانت لسه في بدايه الصفحه دي، تمام؟ بس كده خلاص انا دلوقتي بقى معايا الكي، تمام؟ نفس الفكره همشي بس عادي اروح اجيب منها ايه؟ اعوض من المعادله دي هيبقى عندي الايه؟ ال 150. فشايف شباب دي هيبقى معايا هي النيو اوبريتنج بوينت، بمعنى ان انا خلاص هيبقى عندي مثلا حاجه بالشكل ده كده، ان انا هيبقى عندي ده البامب كيرف وهيبقى عندي دي هي الاوبريتنج بوينت بتاعتي، اقدر منها لو انا كان عندي هنا ان اقدر ان انا احدد ايه لو انا قدرت بقى. ده هو كان الشكل بتاعي ده اللي احنا كنا خدناه اللي هو تايب 2 من مسائل الايه السيميلاريتي. انا همشي عليها بسرعه بس ان انا هروح ارسم الايه، هرسم الايزو ايتا كيرف، تمام؟ اللي هو واضح قدامكم ده، وبعد كده همشي من باقي الستبس عادي ان انا اقدر احدد الان واروح ابدا ايه احدد الباور. يمكن تحديد الان خلاص انا ما عنديش مشكله فيها، ان انا هعمل ايه؟ ان انا عندي هنا زي ما واضح قدامكم كده ده الرسمه بتاعتي انا راسمها قدامكم على اكسل، عندي النقطه اللي بالاحمر دي هي الاوبريتنج بوينت، والكيرف اللي بالرصاصي ده هو ايه؟ الايزو ايتا كيرف، تمام؟ فبالتالي هيبقى عندي نقطه واحد دي هي النقطه السيميلر للاوبريتنج بوينت عند السرعه بتاعتي، ان دي نقطه واحد، فعندي دي ب 150 والنقطه دي ب 175. ساعتها لو انا طبقت الريليشن بتاعتي هقدر ان انا اجيب الايه ده زي ما واضح قدامكم كده، لو قلت ان انا عندي الكيو على الكيو بتساوي الان على الان ساعتها هقدر احدد منها ايه السرعه التانيه اللي هو الموتور هيشتغل ايه عندها. طيب لو انا عايز احسب الباور، خلاص انا الباور انا عارف هنا عند النقطه دي انا عارف الايه، انا عارف الكيو وعارف كمان الايه الاتش. طب الافشنسي هعيدها تاني للمره مليون، ما ينفعش ان انا اطلع من النقطه دي كده على كيرف الافشنسي. ليه؟ لان انا قلت لك ان انت عندك نقطه الاوبريتنج بوينت عند سرعه مختلفه عن كيرف الافشنسي. كيرف الافشنسي ده عند سرعه ب 2000، الاوبريتنج بوينت شغاله عند سرعه تانية، فساعتها انت هتعمل ايه؟ ساعتها انت بمنتهى البساطه هتشوف النقطه السيميلر فين، دي النقطه المناظره للاوبريتنج بوينت عند عند الايه عند الايزوتا كيرف، ساعتها هتطلع منها وتجيب الايه وتجيب الافشنسي. لو انت طلعت الكيرف بتاع الافشنسي ومشيت كده ساعتها انت هتقدر تطلع الايه الافشنسي ايه بتاعتك. ماشي كده يا شباب دي كده اول جزئيه. طيب الجزئيه الثانيه يا شباب بقى بتاعت التريمنج، بص كده معايا. هو شباب زي ما قلت لكم ان هو كان قايل ان انت عندك الكيو، قال لي ان انت عندك الكيو بتتناسب مع الدايمتر، فدي ترجمتها ان انت عندك كيو 2 على كيو 1 بتساوي دي 2 على دي 1، وقال لي ان انت عندك جذر اتش ان هو بيتناسب مع الدايمتر، يعني هيبقى عندي ايه اتش 2 على اتش 1 بتساوي دي 2 على دي 1 كل تربيع. طيب جرب كده نعوض بواحد في اتنين، يعني تشيل الدي 2 على دي 1 اللي هي هنا دي وتحط مكانها ايه كيو 2 على كيو 1 كل تربيع، ساعتها ده هو هيبقى شكل الايه الريليشن دي، ان انت هيبقى عندك ايه اتش 2 على اتش 1 بتساوي كيو 2 على كيو 1 لكل ايه تربيع. المعادله دي مش شكلها مش غريب علينا، انهي معادله بقى؟ هتلاقي ان المعادله دي هي ايه؟ هي الايزو ايتا كيرف، بس ركز ان دي
انا اكتب لك ايه ماثيماتيكالي، يعني هي رياضيا بس هي الايزوتا كيرف، لكن كفيزيكال مينينج مش هي، هو مجرد بس ان هو تصادفت ان هو انا مدي لك كونديشنز ان هو الريليشن بتاعت التريمنج ان هي منطبقه رياضيا او بس بطريقه ماثيماتيكال على الايزو ايتا كيرف، ان هما ما بيحققوش، هي مش نفس المعنى، هي الانديكيشن بتاعها ان مش الافيشن ثابته، لا هي دي الريليشن بتاعت الايه التريمنج اللي هي بتربط العلاقه ما بين الكيو والايه والديامتر والاتش وهكذا. طيب ساعتها يا شباب انا اقدر احدد الديامتر، لان انا لو رسمت الكيرف بتاع التريمنج وهتلاقيني، بص انا رسمه لك بقى ازاي، هتلاقيني انا رسمه لك بالرصاصي ده، بص كده الكيرف بالرصاصي ده، هتلاقيني انا مسموه لك ايه التريمنج ايه ريليشن. تمام طيب ساعتها يا شباب هتلاقي برضو نفس الفكره، انا عندي هنا دي الاوبريتنج بوينت بتاعتي اللي هي النقطه دي، تمام اللي هي النقطه دي، ودي النقطه اللي هي مناظره ليها، او مش هقول لك هي مناظره، دي النقطه اللي هي شبهها على العلاقه بتاعت الايه التريمنج. فانا لو انا لو عارف الكيو هنا، واكيد ان طالما هنا شبه الايزو كيرف هتبقى كيوب 175، وانا عارف ان دي 150، فساعتها ان انا هعمل ايه من العلاقات اللي هو كان مديها لي، ان انا عندي ايه الكيو على الكيو ان هي بتساوي الديامتر على الديامتر. طيب انا عندي كيو بتاعت الاوبريتنج كانت بكام؟ ب 150، تمام، وانا مش عايز اجيب الديامتر عندها، والكيو 1 اللي هو النقطه المناظره ليها اللي هو هنا، تمام، اللي هو عند النقطه دي، كان ساعتها الكيو بتاعتها بكام؟ ب 175. ساعتها اقدر اطبق العلاقه بتاعت التريمنج واجيب الايه واقدر اجيب الديامتر الجديد اللي هو ايه مطلوب مني. ماشي كده يا شباب؟ فانا كده يا شباب جبت كده جبت الايه الديامتر اللي هو مطلوب مني. طب هو لو انا عايز الباور، طب بص معايا كده، لو هو انا عايز اجيب الباور، فانا عارف ان الباور بتساوي ايه، الباور بتساوي الرو في الجي في الكيو في الاتش على الايتا. طيب انا معايا الكيو بتاع الاوبريتنج بوينت، ومعايا الاتش، ومعايا الرو، ومعايا الجي. طيب الافيشنسي بقى، الافيشنسي دي بصوا هو الصح زي ما انا قلت لكم في الشرح ان انا عندي ايه، لو انا جيت بصيت كده، تعالى كده ايه ناكد على الحته دي، انا عندي دي نقطه واحد وعندي دي نقطه اتنين، الاتنين دول قاطعين على الكيرف بتاع التريمنج، صح ولا لا؟ نقطه واحد دي كانت قبل التريمنج، ونقطه اتنين بعد التريمنج، فالطبيعي مين اللي هيبقى ليه الافيشنسي الاعلى؟ نقطه واحد، ان انت هيبقى عندك ايتا واحد اعلى من ايتا اتنين حتى لو الفرق بسيط. بس انت هتلاقي في المساله انا قايل لك ان انت عندك، قلت لك ان انت طالب منك انت تحسب ابروكسيميت، بص ايه قايل لك تحسب ابروكسيميت شافت باور، يعني نظريا او هنقول مثلا في المساله دي بس كاستثناء ان احنا هنعتبر ان كفاءه نقطه واحد هي هتبقى كفاءه ايه نقطه اتنين، فساعتها الافيشنت بتاعت نقطه واحد انت عارفها، هتجيبها من الجدول خلاص، هتجيبها من هنا على طول كده تطلع لفوق وتجيبها وخلاص، وتعوض بيها بالايه مثلا، هتلاقي نفس ان هي نفس الايه الباور. بس هو الصح ان انت كان عندك ايه، ان انت تلاقي مثلا على سبيل المثال تلاقي ان انت عندك الايه الافيشنسي ان هي ايه بتقل ايه شويه، تمام. بس انت احنا هو التارجت من انت بتحدد حاجه ايه ابروكسيمت، يعني باعتبار ان التريمنج ما سببش عندك ايه روس، يعني ده بس ايه نظري يعني ثيوريتيكال سبيكينج. واضحه كده يا شباب؟ فدي كده يا شباب هي الفكره بتاعت المساله بتاعت التريمنج، جزء منها كان سيميلاريتي وجزء منها ان انا جبت ايه على التريمنج. والشباب لازم يتعود بقى بعد كده ان المساله بعد كده ممكن تبقى تتعامل كذا مساله ببعض، يعني المساله دي كانت ربطت حته انا جبت لك في عليها مطلوب ريدكشن للسبيد، وجبت لك عليها حته اللي هي ايه تريمنج للامبلر. واضحه كده يا شباب؟ طيب تعالوا يا شباب بعد كده بقى نشوف مساله كده خاصه بالسيميلاريتي برضو، عشان نعرف نقارن امتى يبقى قصده تريمنج وامتى يبقى قصده سيميلاريتي مع تغيير الدايمتر، ونشوف كده هنتعامل معاها ايه ازاي. طيب تعالوا يا شباب بقى نشوف مع بعض المسألة دي، وانا متعمد اقولها بس عشان نفرق بقى هل انا هيبقى عندي سيميلاريتي ولا هيبقى عندي تريمنج كده، ونشوف كده ايه هنتعامل معاها ازاي. وكمان انا هتعمد اقولها لان هي هتبقى النوع التاني من مسائل السيميلاريتي، انها تبقى فيها شكل جديد من مسائل السيميلاريتي، او مش شكل جديد يعني شكل احنا ما تعودناش عليه، يعني احنا كنا متعودين دايما ان هو كل اغلب المسائل كلها تغيير في الان، او كمان بتبقى اغلبها تايب 2 ان هو بيديني برفورمانس عند سرعه معينه ويديني اوبريتنج بوينت جدا ويطلب مني ان جديده، لا المره دي بقى اللي هو ايه هيطلب مني الشكل التاني من مسائل السيناريو اللي هو كان تايب 1، وكمان ان هو هيبقى هنا في ايه تغيير في الايه في الدايمتر. تعالوا كده نقرا مع بعض كده ايه المساله دي. اول حاجه شو كان بيقول لي ان انا عندي هنا سنتريفيكال بامب اللي هو البرفورمانس كيرف اللي قدامك ده، او الجدول اللي قدامك ده البرفورمانس بتاع بامب لما يكون الامبلر بتاعها بكام؟ بنص متر، يعني المره دي هو هنا تركيزه كله على الدايمتر. فقال لي هنا يا شباب ايه؟ قال لي ان هو لما استخدم البامب دي في سيستم الستاتيك ليفت بتاعه ب 10 متر، ساعتها كان الماكسيمم ديسشارج كان بكام؟ ب 220. واحنا شباب اتعودنا ان هو بيدي لي جمله زي دي في الاول، يبقى كده هو ضمنيا ان هو عايزني احسب الكي بتاعت السيستم في الايه؟ في البدايه في الاوريجينال سيستم. طيب
بص يا شباب بقى الجمله اللي بعديها بقى بيقول لي لو انا عندي البامب دي، قال لي لو انا بدلت if another pump having the impeller diameter بتاعه 56%، وقال لك running at same RPM، يعني هو كده خلاص ال RPM ثابته. بص بقى الجمله اللي بعديها بقى هي دي دي اللي هتبينك الفرق. geometrically similar to the first pump is used in this system. مع عشان برضه تبقى انا موضحها لك اكتر، ان الفيرست بامب از ايه؟ از ريبليسد. يعني هو بدل البامب الاولانيه بدلها بواحده مكانها سيميلر بس الدايمتر بتاعها بكام؟ ب 56%. ساعتها طالب منك ان انت تحدد الايه؟ الاوبريتنج ديسشارج، وكمان تحدد الايه؟ الباور كونسبشن، الشافت باور بتاعك. طيب اول حاجه يا شباب ان انا كنت بعمل ايه؟ عايزك تركز فيها ان انت عندك الكيو ب 220، يعني برضو عشان الحته دي هتبقى مهمه برضو، ان انت عندك الكيو ب 220. حلو خلاص زي ما اتفقنا معاك هروح الجدول، هتيجي تبص هتلاقي عندك 200 وعندك 250. ساعتها بقى ما ينفعش تستخدم الجدول، واوعى اوعى اوعى بكرر تاني محدش يعمل انتربوليشن طالما النقطه مش موجوده عندك في الجدول، اوعى تجي الانتربوليشن هو يطلع لك نتيجه غلط خالص وهتاخد زيرو. فلما ما تلاقيش نقطه عندك في الجدول تعمل ايه؟ سواء اتش او كيو ساعتها لازم ترسم زي ما انا عملت قدامك كده، ان انت هتجي راسم اتش كيو كيرف، تشوف الكيو ب 220 فين اللي هي هنا، تقطع البامب كيرف وتتحرك كده عشان تجيب الهيد، هيطلع معاك الهيد 25. يبقى انت كده شوف انا كاتب لك من ايه؟ فروم جراف الكيو ب 220 تروح تجيب منها الايه؟ الاتش. عظيم كده. طيب خلاص انا كده عملت الاتش، ساعتها خلاص بقى معايا، لو انت جيت بصيت كده بقى معايا الكيو ومعايا الهيد بتاع البامب ومعايا الاتش ستاتيك، اقدر كده احدد الايه؟ الكي. جميل. طيب بص بقى هو هنا يا شباب مديني الامبيلر في حلقه، مديني البامب عند امبيلر معين وطالب مني ان هو يحدد الاوبريتنج بوينت عند امبيلر تاني، او عند بامب دي بامبيلر تاني عند نقطه عند بامب سيميلر ليه. طيب ده انهي نوع من المسائل بقى؟ ده اللي هو تايب 1 من المسائل اللي انا هفكرك بيه دلوقتي حالا في مسائل السيميلاريتي، اللي هو ده، مع اختلاف بس ان هو يعني ايه، لو انت فاكر في تايب 1 مثال كنت بقول لك ايه، ان هو بيديلك البرفورمانس كيرف، لو انت فاكر كان بيديلك البرفورمانس كيرف عند ان معينه زي ما واضح قدامك في الجدول ده، ويطلب منك هات لي البرفورمانس عند 2000، ويقول لك ساعتها هات لي الاوبريتنج بوينت ومعاها برضو هات لي الايه؟ الشافت باور. وده اللي حصل عندي، بس الفرق بدل ما اداني الان اداني الدايمتر، لكن كمساله هي هي. تمام رجعت بقى هنا نفس الفكره بالظبط، همشي عادي جدا وخلاص. اعمل ايه ساعتها بقى؟ ان انا عشان اجيب الاوبريتنج بوينت بتاعتي بعد ما بدلت البامب، ساعتها بقى هعمل ايه؟ لازم اطبق الايه؟ الافينيتي لوب، قصدي انا اسف السيميلات ريليشن بتاعتي، لان هو هنا مغير الدايمتر. تمام لو انا عايز اجيب عند الدايمتر 56%، فانا عارف ان كيو 2 على كيو 1 هتساوي دي 2 على دي 1 الكل تكعيب، ساعتها ان انا هيبقى عندي كيو 2 هتساوي كيو 1 مضروبه في الايه؟ في الرقم ده. ساعتها اقدر اجيب كيو 2، خلاص يبقى عندي كيو 1 وكيو 2 نتيجه زياده الايه؟ الدايمتر. طيب طب و اتش 2، انا عارف ان اتش 2 على اتش 1 هتساوي دي 2 على دي 1 الكل تربيع، ساعتها برضو اقدر اجيب الايه؟ اتش 2 زي ما هو واضح قدامك كده، وساعتها في النهايه هقدر اجيب البرفورمانس كيرف بتاع البامب عند الدايمتر اللي هو ب 56 من ايه؟ من 100. طيب دلوقتي يا شباب انا معايا الدايمتر، معايا كده بقى معايا البرفورمانس الجديد بتاع البامب، وهو عايز مني الاوبريتنج بوينت، يبقى ساعتها لازم اجيب الايه؟ السيستم كيرف. السيستم كيرف زي ما هو واضح قدامكم كده، هعوض في الريليشن اللي قدامكم دي ان انا عندي الهيد بتاع البامب اللي ستاتيك ليفت ب 10 في كي في كيو سكوير، هرسمها وخلاص. وعايزكم يا شباب تركزوا في حاجه، انا عندي ال 220 دي بليتر بير سكند وهاكد عليها تاني، يبقى لازم الكيو اللي هتعوض بيها تبقى ايه؟ لتر بير سكند سكوير. وايه تاني؟ ساعات في ناس برضه السؤال ده كنت بتساله اللي هو كيو اجيبها منين؟ لما تيجي تعوض بسيستم كيرف اسهل حاجه قدامك خد قيم الكيو اللي موجوده قدامك في الجدول. يعني انا هنا انا على سبيل المثال عوضت باي كيو مثلا اللي هي الكيوهات اللي هي قدامك دي، او يعني ايا كان قيم الكيو اللي عندك هتعوض بيها وترسم بيها، هي مش فارقه معاك لان هو سيستم كيرف عندك ثابت. ساعتها لما تيجي تعوض هتلاقي ان انت عندك، او انت ممكن يعني عشان ممكن انت عندك البومب مرسومه عند قيم تانيه، بس هي مش فارقه يعني. ساعتها خلاص انا هيبقى كده معايا السيستم كيرف انا اقدر ارسمه وخلاص. ساعتها ان انا ايه؟ هقدر ساعتها ان انا اجيب الاوبريتنج بوينت بتاعتي ان هي الكيو هتبقى بكام؟ ب 281، والهيد هيبقى بكام؟ ب 34 وايه؟ ونص. طيب فاضل لي بس ان انا اجيب الباور. طيب لو انتوا شباب فاكرين برضو في تايب 1، لو انا رجعت برضو للحته دي تاني في السيميلاريتي، لو انتوا فاكرين لما هو كان بيطلب مني الباور، انا قلت لك ان انت ساعتها
مش هتحتاج ان انت ترسم الايه، مش هتحتاج ان انت ترسم الايزو ايتا كيرف. ليه؟ لان انا قلت لك ان انت هنا، لو انت فاكر انا كنت بقول لك هنا ايه ساعتها، كنت بقول لك ان انت بتبقى عارف، انت هتبقى عارف ساعتها الاوبريتنج بوينت عند النقطه الجديده، وانت عارف مثلا ان هنا وعارف ان هنا. فانت لو قلت ساعتها ان انت هتبقى عارف ان انت عندك Q2 على Q1 هتساوي كام؟ N2 على N1. انت في حالة زي دي انت عارف ايه؟ عارف N2 وعارف N1، وكنت عارف Q2، تقدر تجيب الايه؟ النقطة السيميلر، وساعتها تقدر تجيب الافيشنسي. نفس الفكرة هنا برضو. لو رجعنا للمسألة تاني، انا دلوقتي بس التارجت بتاعي ان انا عايز اجيب الافيشنسي بتاعت النقطة دي، ان انا عايز اجيب الافيشنسي بتاعت النقطة دي. فساعتها كنت هعمل ايه؟ لازم الاول اروح اجيب الافيشنسي عند النقطه السيميلر ليه، ودي انا اقدر اجيبها على طول من الايه، دي اقدر انا اقدر اجيبها على طول من من الرسمه بتاعتي، ان انا عارف، انا عارف في حاله ان انت يكون عندي الدايمتر هو اللي بيتغير، ان الكيو على الكيو هتساوي الدي على الدي. فانا عارف ان الكيو بكام؟ ب 281، ده الاوبريتنج بوينت اللي انا طلعته، والدايمتر الجديد ب 56 من 100، والدايمتر القديم اللي هو ايه؟ بنص. فساعتها ان انا اقدر اجيب ساعتها الايه، الكيو بتاعتي او اللي هي الكيو المناظره للاوبريتنج بوينت، هتبقى كيو عندي بكام؟ ب 200. طيب دلوقتي الشباب زي ما اتفقت معاك، خلاص انا كده دلوقتي بقيت عارف ان الكيو ب 200، فخلاص اللي هو هيبقى عند النقطه دي، تمام. فساعتها هقدر ان انا من الجدول هنا اجي طالع فوق فيرتيكال، واقدر اجيب ساعتها قيمه الايه، الافيشنسي اللي هي ب 81%. ساعتها انا كده اقدر اجيب قيمه الايه، الباور بتاعي، تمام كده يا شباب. يبقى شبه الفكره كلها. الميزه في المساله دي انا اتعمدت برضو، حتى يمكن هي مش مساله في الشيت، انا المساله دي قصيتها من مساله تانيه هنشوفها قدام في جزء البارلل سيريز، ان انا عايز اعودك ان هو المساله دي حلاوتها ان هي جايبه حاجتين انت ما اتعودتش عليهم. طيب 1 من المسائل ان انت، ان انا كنت انت كل المسائل اللي فاتت متعود انت تايب 2، بديك بيرفورمانس كيرف وبديك اوبريتنج بوينت جديده، وساعتها اللي انت لازم ترسم اي كيرف. لا انا هنا مش مطالب، انا خلاص ان دي تايب 1 زي ما قلت لك، انت بتبقى عارف الدايمتر الاولاني والدايمتر الثاني، وتبقى عارف الكيو بتاع الاوبريتنج بوينت، انت مش محتاج ساعتها ترسم الايه، الايزوتا كيرف. انت لو عوضت في المعادله جبت كيو سيميلر للنقطه بتاعتك للاوبريتنج بوينت بتاعتك، ومنها قطعت الافيشنسي كيرف، هتجيب الايه، الافيشنسي بتاعت الاوبريتنج بوينت ايه بتاعتك. واضحه كده يا شباب؟ طيب يبقى كده ده كده هو ايه الفيديو ده عن التريمنج، وازاي فرق ما بين التريمنج والسيميلارتي، مسألتين كده محترمين. يا رب كده، يا رب ان شاء الله الدنيا تكون ايه واضحه.